منو هاي يصغر خالد؟ شو بلاك؟ انا مش متاخر. انت يا من وقت اليوم؟ ها؟ وانت شو بتسوي؟ شو بتسوي؟ شو بتيس تسوي؟ بترياني؟ تيني فوق ولا تنزل لك انا تحت؟ ايك الخيمه؟ شفت العال هاللي دي المزارع؟ شايفين من امس. هي ما علي سامحني تتحرك ما شفته. شفت معرضه؟ لو ينفع بصدره بمحمل اندفع. واحد عطيت بف. زين يلا تريق انا احب اجيك. تريقت له بعد؟ انا ما تريق. خلي تسوي بدواركه شيء. دواركه يلا صمخ لك لاب. Good morning. كرهت. ها راشد. السلام عليكم. ها شو اخبار؟ تسوي تنظيف بس الحين؟ ولا جديد؟ زين. يلا بارك الله فيك. ها ديتشو. شو الاخبار؟ الحمد لله زين. دواركا. Good morning. How are you? الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصبحكم الله بالخير. اليوم ما صبحناكم. مشيت على حشرة صلاح. محتشر. تعال وكعال وكعال وكعال. قلنا رياض الحين هنا. الحمد لله. رجال يشتغل هنا. قاعد للحن. ها هلو. يا سلام يا سلام يا سلام. رقم واحد صلاح. يلا الحين بيك. دقيقة زين. مالهم يوسعون اليليل مال الزراعة كله كلهن. مفروض اليليل كثر ما تروم تكبره تحت. لأن الحين اليوم بتجلب الأرض بتحففها وبتسمد. العروق منتشرة شرق وغرب. فتبتدي توسع كل مكبرة الشيرة توسع يليلها. يكون دور مدارها ما يقارب المتر. متر متر وربع يعني. أيوه شوف. رقم واحد. هاي شباش 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 عيال محمد. رقم رقم واحد. كيف ما في تمام؟ لا لا هذا نمونة زين. لا 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 ما في زيادة كبير. هذا قياس عندي أنا. كم واحد خلاص الحينه؟ واليوم من الصبح شو سويتوا شغل؟ لا ما يسوي مساعده حق نفرات غير. هذا شغل مالكم الحين. انت في داخل اكزامينيشن. هذا امتحان. اكزام 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 يسمونها اكزامينيشن. بعد شو سويت علاج هذا صبغ مال الفطريات سويت كامل. اي بار تعراوني تعراوني وين تعال. هذا هني صبغته زين. شوف هذا اللي قصوه البارحه. ها كله لازم ينصبغ بالمبيد الفطري. مبيد فطري ناعم. ايوه كل مكان نقص من فن لازم ابوي ينصبغ بالمبيد الفطري. شرات يرح البني ادم بنادم من ينيرح سيد ابو نشو وحطوا له ايدين. شوفوا ها. ايوه رقم واحد لازم تحط له الصبغ هذا اللي هو مبيد فطري. تخلطه شويه بماء ويغدي غليظ عاده. والداوي وين يرحت؟ مكان اليرح داوي. يلا شكرا ابوي. تعال تعال يلا 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 سيروا كملوا شغلكم. اللي تخبروني عن الفيفاي. الفيفاي ابوي هذا انا زار عنه العام. العام زار عنه. الكبار هذا اخليه ليه؟ هذا ناكل من طرفه زين. لكن يوم يزيد الزود سويناه اشار مثل الهمبه. الهمبه يوم يتكود سووها اشار. ما عندي حد ياكل هالكثر فيفاي. نجسم ونتصدق ونعطي. لكن اللي يزيد يوم تطلع الزراعه ناجحه وموسميه وشي زين نشينا الله يحفظكم وسويناه اشار. ما حد يسوي اشار فيفاي في الدنيا العوده. انا روحي ها
هاي من بدايعي ومن منكري من أمور يعني اللي روحي أنا مبتكرنه ابتكاري، فلذلك أنا خليته هذا. فسويت ودي، سويت ودي ونجح قبل 3 أو 4 سنين، والحمد لله كل من نجحت حين زراعة الفيفاي وضرب زين وتكود الخير سوينا منه. شيء ثرنا السوق ما لقطنا معلومه ابوي ما شايف السوق اللي في السوق الفيفاي هذا، هذا بالغ طريق الصوت شوفها خذها لك من داخل حلو ما تروم تسويها شار شرات هذا حين هذا خضر زين، لكن ها ما تروم تسويها شار حين لان ابتدى يسكر، لكن هذا اللي فوق تروم تقطع منه، لكن اللي تحت هذا من الصف الثالث لتحت ما تروم تسويها شار لان استوى مسكر خلاص طعم الحلاوة فيه. فلذلك ما شيء، واللي عندي بوي هيدا سويت خلص. Good morning مستر صلاح، أشي ورامي مقصر؟ بعم مقصر وتحت فانيل، وين ساير الدنيا؟ لا صراحة ثاني مرة خلي لبسوه بدون فانيلة، مقصر بدون فانيلة ما يستوي. هي لا كم لون عندك؟ ها دوارك عق عن فانيلة، أقع عن الفانيلة. لا حبيبي لا، ها شوفني أنا، ها 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 شوف أنا، ها شوف أنا، رياضة بعد وايد حبيبي، ساعتين باجي عن الرياضة. يلا 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 عاد كل يوم الحين فطير، كل يوم بتسوي فطير، ها شغل منو أنت؟ لا ما في أنا. منو؟ هدى زين. يلا صلاح أعطيت فلوس رأي الخياط؟ ما أدري 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 الخياط أعطيت فلوس؟ لا ما قال لكم يبي بيزات؟ ما قال 600 خذ بيزات؟ صلاح؟ ليش اعطيتوا الخياط فلوس؟ ما اسد ماله يا الاسد اليهد استغفر الله العظيم، مفروض ببلاش يا صلاح وقايل من عنده. الحين كلم ابو هاليتي شوف الراعي المقصر، ابوي ترى اخذ 600 على صلاح ومفروض ابوي صلاح تسوي له بلاش 600 والله ما دريت الا حين هنا. هذا الله يحفظكم، شوفوا من ابتدى واليه يعود، هاي ياره من ياراتنا يعلى الله يحفظها، ست بيت معنى الكلمه، يوم يا هشخاخه اللي تشوفونه نشت ابوي وسوته مربى فتح عاده يا الله مقوى مربى، هذا يوم اقول لكم مربى شخاخ، هذا مربى اليخاخ يعني مربى الإخاخ يتسوى 3-4 نمونات، شيء العربي مالنا يحزز على هالكبيرو يحطون له ريحة قناد وريحة زعفران وروح الورد ويحزز ويسوي له شيرة ينكل شيء قطعة قطعة قطعته، وهذا لا هذا الشغل أبوي مب من خدمة مش من الإمارات يعني الأصول، فلذلك خدمته ما شاء الله غريب ووايد زينة. شكرا يا ست الكل، شكرا بارك الله فيك. المربى اللي يسوونه المربى اللي خاخ يستوي حزاز اهل كبير على كبر الرايب يقطعونه ويفوحون له الشيره يغدي شيء لا صار ولا استوى، يحطون القناد بكباره ما بكباره يفتحون الخضر هذا القشر عنه وينثرون داخل كل قرشه حبه وحده قناد ويحطون فيه زعفران ويشيره وروح الورد شي غدي الدواء. وهاب ليوناتك من نواتك هدى مسوي بعد شو اسمه فطير، لكن على هيئه نيسره على تكاليف النيسره، لكن نو بيروم يتريق سمك لكن داخله ما يدق، شو داخل تونه حش علي يلا صباح الله خير. لا ما عليه تونه، شو المشكله باكل هاي بعد غرب الله تعالى مقليب. ايش عندك؟ ما في دبي. ايه باسل وي سيد اخر خميس؟ ايه خميس بس باطلبة تضوي ما اعرف انا بي باطلبة يضوي بس بات فندق اللي عندكم مريم من اول ايه اسان ما تبات فندق أقول مريم حبيبي. هي حرام. ما أعرف. هي لا. بتبات عندهم. هي شوف أوشة. أوشة الله يرحمها. تقول أنا ما أريد صلاح يبات في فندق. لا بس. هي. أوشة بتزعل منك. لا
شكرا. الحين توه واصل هذا حار توه ما عليكم هني يا 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 هني قرب قرب. شكرا يا عاير شكرا يا عاير بياض الوي يعلك تسلم. هاي يا يتنا ابوي حل حلوه من عند عاير من عند عايض البريكي من عند عايض البريكي هذي شل ابوي عرسنا كامل حلوانا من عندهم وكل هالعرب حين ابوي تطلب من عندك من زين حلوة مطرش ابوي سح فرض ومطرش الله يحيي الفرض عاده عمود الارض انبعت غناك ونكلت هناك ومطرش حلوة مشكور يا عايض مشكور يا الله يحيي ما شاء الله كل تطور عندكم عايض أشكال وأنواع كل شيء أشياء جديدة عندهم بعد هذه هذا الله يحفظه الواحد قال لي تليفون قال لي أبوي خالد افتح ثاني بعد ثاني اثنين قال مطرش لك سح فرض من نخلهم جزاه الله كل خير أيوة افتح افتح طرش حلوة حلوة هذه هاي حلوة السوداء هاي حلوة حلاوة التين صلح لا تتكود أيوة أيوة شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عطيت خير عطيت خير ما شاء الله شو الفرد ما شاء الله اسمي فرض عليها رضوان من الله هذا يوم يقول لك الفرض عمود الأرض انبعته هناك وكلته هناك صراحة أنا وحدة وأنت وحدة ومو محمد وحدة يلا أنا أبغى شوي شوي فرق صحة الفرض صحة الفرق اللي يفرق اللي يفرض اللي يفرق بينها وبين الصح اللي غير إنها حلاوتها تختلف عن حلاوة أي صحة وطعامتها شوفوا مصارونها صغيرون ورفيعة والصح من داخل تيك شقرة وما تيك فيها زود حلا قوي حلاته لا تي حلاته متعة في اللثم يعني تي ممتعة تلوتشة في اللثم كأنك تلوتش البانة كأنك تلوتش البانة هاي حلاوة الزين في صحة الفرق هبشرات حد من العرب كأنك انفسان أسود الله يعز النعمة قال هذا الفرق لا هذا الفرق اللي يقول إن بعت غناك وكلته هناك يطرون هذا ما يطرون هاك اللي كنا خمفسان نحن ندريب إن نحن ما نشبه هذا نحن نطر ها أذكر الله اللي كنا خمفسان يعني خربان الخربان ما يتودي حق الأوادم اللي كنا خمفسان يعطون الدبش تأكله الدبش الأوادم يعطونهم ليها النمونة فاللي يحيد عمره أبوي بيعطي يعطي السح الزين ما بشي الخربان والزين يود حق بيته وحق أمره لا يثورون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني إذا أنك أنت محتاج للشيء تعطي يارك وتبدي الصاحب والصديج على أمرك هاي يسمونها عطية صح صلاح شكرا مشكور يا عايض مشكور مشكور يا راعي صحم مشكور يا راعي الحلوى الفنان مشكور يا البركة مشكور يا الشيخ يا الله يحفظك مشكور يا ابو مبارك صلاح انت بتاكل حلوة تبى بعد ان شاء الله بنعطيك سح وبنعطيك حلوة شو رايك ولا ما تبى سح على هواك اللي تبى اخذ انت لا صلاح 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 انت جسمك بتاكله ولا بتودي مريم وياك دبي تودي هدية شو رايك؟ وبتاكل ويانا نحن يوم بتي بيتنا بتاكل ويانا شو رايك؟ خليه بتخلوا خديه؟ بتصير عندهم تبع؟ نزيل بتوديهم حلوة بعد؟ إن شاء الله ماشي مشكلة تستاهل بنت هان تستاهل لا لا ما بنسى لا لا الصبح يوم بتي الصبح تعشد حلوات الصبح بخلو ساح شو؟ على هواك على هواك تبي تتغدى عندنا لو بتتغدى في دبي؟ دبي انزين تعال شيل الحلوى وبنصور بنسولف شوي وياك مشكلة بتوكل على الله شو هذا؟ شو؟ الله أعلم بعد باكر البحر ان شاء الله انا اجل انس شو؟ الاجل صح شو؟
امس صلاح انت هي بها بالله بسبح بها بكره إيه؟ بكره بسيل بحر إيه؟ ان شاء الله وبارد يوم السبت إيه؟ السبت في الليل إيه؟ بسير المانيا ثاني وثالث وهي خالد ليش اسوي هذا صلاح علي طلب وين دزلدورف خيب بعيد بعيد وبرد عندهم شكرا نسير ابوي يخبركم اليوم ترى بعد عجلت الوحده عندنا ها يلا ركب بسم الله ان شاء الله الحين نحن بنجمع الزبد يتيامع من يجمعونه في المزرعه عند ابوه انه هنمونه دلاقب احنا نظفناه وعدلناه ركبناه ويازم ابوي على الضوء لين ينضى كيف شوفوا الحين ايش قايل لونه شرات مش صافي لازم يغلي صافي شرات الزلال يعني معناته نسبة البخار اللي فيه الرطوبة تبخرت كامل فلذلك يغلي صافي عقب نحط له دوياته يعني يبطي على الضوء يبطي الحين الضوء ها فباب ما تلحق الجدر خفيف الضوء إلى أبعد حد طبعا جدر أبوي هذا ها شوف هذا جدر أبوي الأشار مال فيفا المليل هذا ما يخصه في هذا روحه وهذا روحه مال الدهنة ما يتفوح حتى ماء خالي ما نفوح فيه بس للدهنة بس للذوابة ومال هذا يعني هذا مال الأشار تروم تطبخ في أي شيء تبغى ضيف أي شيء ما شفت كده لكن اللي أهم مال الدهنة حساس ما يقهر أي شيء يسكه شكرا هاي خل سويته 5 انت صح ولا 10 مقصر 10 5 خلوه هنا له هني في البيت يبا شي ها شي هناك شيء ايه؟ في البيت هناك ولا هني خلو شوف 10 5 خلونا هني 5 عندكم في الفلاح يوم بيي شوف اول ما يجي صلاح تعك كندورته وفانيلته وتلبسه مقصر وزار بس زين انا في واحد ما عليه 5 هني و5 هناك شو تيس تحس 5 على هنا كم يجي خلص بس خلاص شلوا هن 5 هاي باجيات زين صلاح شي رياضه اليوم عندك الساعه كم 11:30 يلا ما شي وقت عندكم المساوق شوف المساوق بكثرة شوف المساوق هيلا بيس اعلانات حاضرين ابو اللي بي ينعرض ويتصور فالكم طيب بمره سر هناك ها ايش عندك ممكن في حلوه عاد ولا بلوه وده انت وده هناك بنصوره ان شاء الله يلا اخطف يلا هذا غير الحين عن هذا ايوه هذا غير هي هذا ثلاثة غير هي هذا ثلاثة غير زين ما عليه الحين من تجي محمد بصف لنا اياه وبنصور ان شاء الله يلا ساعة كيف كان شكل الدهنة مدلخ الحين صفت رقم 1 الحين غايته تنحط الدويات يلا بسم الله اي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحين وقت الدويات لازم تنحط بكرم تكرم الدهنة عسب هي تكرمك تغذي حتى طيبة فنانة نحن ترى دهنتنا ما نحط الحلبة نحن هاي الذوابة الأولية ذوابة هالبضبي ما تنحط الحلبة أبدا هذا على ما تشوفون تملح وتازم بوي على ضوء قاصرة لين روحها تعتزل الخلاصة وترد تصفو الحين شو قال مدلخ لين خلاف بوي ترد تعتزل روحها الخلاصة تحت والدهنة من تقمش بس بندوا عنها تقمش يغلي شرات القماش من فوق تعتزل الخلاصة تحت والدهنة تازم صافي فوق يلا عاد الحين يبالها يومين لين الله يحفظ تازم على ضوء قاصرة شوفوا الصبح الدهنة كانت تقريبا عن برط من المريل يمكن رايبتين هذا كله تبخر هذا كله كان بخار فلذلك الدهنة ما تعول ولا تخترب لو بتكمل حولين 3 ما تنحط في الثلاجة أبدا واللي انحطت ما عليها منقود لكن
لو ما نحطت في الثلاجة ما ينكر حال، ما تخترب ولا تعود، أهم شيء ما تلمس باليد. وهاي دهنتنا ونرمس خلافها. بنصور لكم عادة، تعرفون إحنا متى بنصور؟ بنصور يوم الزل، يوم وقت زل الدهنة، نصبها في دباب وغراس، ما بكرة ولا بكرة. لكم خير ونور وسرور، والله مليون مرحبا. يانا فيديو وين اثنين فيديوهات، الفيديوهات الله يحفظكم. أول شيء دق لي غانم بن يعروف، دق بن يعروف أبوي من مزهر وسلم وتحفيناه وتحفانا وخذنا علمه وخبره. قال أبوي رجال كان يتابعك من هالفجيرة، ما قال من هالوين، لكن قال لي موقعه في الفجيرة. والرجال هذا الله يسلمك يا أبو محمد كان يتابعك أمس يوم أنت وصلت جدة، من قبل ما تصير العمرة صرت شبرة السمك مالت جدة، وصورت ويا صورت للسجولة، وقلت هذا أبوي شيخ السمك، اللي هو السجل شيخ السمك، إن السجل أنت يبقولك يا خالد، ويقول لك ما شيء مشكلة كلامك صواب. وحين هو يقول عن عمره ما بالله شيخ السجولة السجل شيخ السمك، هو بكبره الرجال هذا اللي ما ندبر لك الفيديوهات اسمه ملك السجولة، ملك السجولة. قال زين شو يعني؟ قال الحين بنرويك الفيديو وبتشوف. قال مسوي ترتيب خاص للسجولة ويرد عليك السلام، طال شلك هالفيديوهات الاثنين. يوم طالعتن، ولان ابوي ما بشيخ السجولة، هو ابوي ها امبراطور السجولة، امبراطور اللي هذا الشيء مسوينه، حتى من كثر ما هو عاشق للسجولة فيه شبه منهن. ترى سمجت السجل غاوي شكله، فنان واحد ملتج، وهو ما شاء الله عليه بعد فنان، السجل ما يزيد عليه. فبنرويكم خدمة الرجال وشو ترتيبه في السجولة وكيف مسوي له هالمكان الفنان. ومقدم لي دعوة ونقبل الدعوة، وإن شاء الله بنسير لين مكان بنصور لكم محميته. ما بنسوين هاي الغرض تجاري، مسوينها ابوي المجهود، يسمونهم مجهود خاص، ومسوين ابوي حق عمره. وين يبى؟ ترى بعد لبغايه بعد، هو هالسجل مبين. ايه والله، وحين بتشوفون الفيديو بيعيبكم. المنتب جود انت شوي 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 ايوه، هاي مش ضرب داخل حلو مال فوق، ما في زيادة، ما في زيادة، تبوش فوق جيب فوق شوي ما في حلو. ابو محمد ما يبنى لك كبير، ترى ابو محمد ها ما يبنى لك كبير، انا متوسط. يا ربي الله، يلا السلام عليكم. ميكس فيجيتابل، يس، بروكولي، كاروت، سمك. هذا ابوي اليوم الشوربه، كش اليوم شوربتنا الله يحفظكم ميكس فيجيتابل، يس سر.
وهذا الله يبارك فيكم الفقع اللي مال العام ومفرزن، وها سوي اللي ياهن ما تشوفونه يهنهنونه ريحة زبدة شو اسمه بزيت زيتون، كل يوم شويون ريحة دهين عدد شون على وجهه كل يوم، وها شربتي وغداي اليوم عاد مميز بصور لكم اياه بعد. وي الشيء مرتب وفنان غاوي ويدل على أناقة ورقي الشخص اللي مطرش السامان، يوم بي الشيء مش مرتب ومش فنان يدل بوي على عدم عدم ترتيب الشخص اللي مدبن. شو هذا حين مطرش منها مال البيوت الشاطرات يعني مال التاجرات، ها شوف هذا مطرش ورق عنب أربيكم، وهذا ما بشوف هذا هيه مسخن، هذا مسخن وهذا عاد والله ما عارف شو هو لكن هي حلي حق صلاح، حق صلاح ما بنصك لا صلاح، وانا بعد شي خالد هناك، خالد الخالدي وصلاح الخالدي، خالد الخالدي ممنوع يعني حد ياكل منه. هذا حلاوه كنافه، كنافه شوفوا اي والله والله شيء جميل، لان واتك ما اقول لكم ما شاء الله بناتنا مبدعات، يعني الله يرزق يرزق من حيث تعلمين حيث لا من حيث تحتسبين وحيث لا تحتسبين، هنا من كل مكان الله يرزق. هي والله فكره غاويه، وهذا المسخن بعد، وهذا الله يحفظكم بعد يعني هذا مزغوط زغار على صبره ودا علي مرد نصور عنه، وهذا ورق عنب مضيف مرتب وفنان، وها أهل كبير هايوم يقول لك تمها تغطي ورقة ياس يطرون هذا هذا الحجم، هاي يقول لك يتوصفوا بها لو الحرمة يقول لك تمها تغطي ورقة ياس، راح اللي تغطي ورقة ياس أبو ما يبون يبون براطم، ها يغل براطم خوارة الله بالمستعان. وهذا عقد بعد منقير أنا ما تشوفه، وهذا خاتمها مكبرة بعد، وهذا أبوي الحلق ماله، وهذا حيلة، وهذا بعد بعد منقير عقد بالحلق الأشغار والحيل ماله من عند العرب، هاي له إحنا نصور لكم إياه سندكم القرطاس. عند أي سؤال أبوي عن هذا الشيء يتصل أبوي في الجماعة هذا رقمهم ويتخبرهم وهم بيخبرونه. وهذا بعد طالة عمركم يأينا دخون من قيلها، وهذا رقم تليفونهم، قال لكم ما بصور إلا إذا كان شيء مميز. هذا طاجم مال المغرب، هذا تعرفوا متعارف عليه الحمد حوار بالبسيلة والبطاطا، هذا شيء متعارف عليه، وهذا متعارف عليه عيش أبيض قحي ما في أي شيء من الزوايد، هذا أبو جسمير وحطيته شويون بلعن خاطرين زين. الشيء عادة المميز اليوم والفنان أحب نرويكم إياه الله يحفظكم، هذا بارك الله فيكم مالح الخيل، أيوة هذا مالح الخيل، شو قال طعمه شو قال نمونته، هاي طريقته اللي بسويناها مرقة بيضة قحية مرة مبحلقة ما فيها ولا شيء بس مالح مالح وبصل وبدون كل ني بني، في غدي شيء فنان رقم واحد. يلا شكرا جزيلا، ما ينحط عليه أي إضافات، وهاي مرقته ما تشوف لازم مرقة البيضة هاي. والاسم المتعارف عليه الله يحفظكم بالأخص عاد عند هالساحل، والاسم أنا ماخذينه من هالزعاب يعني يسمونها مردودة مالح،
مردودة مالح، هذا هاي مردودة مالح خيل، خيل البحر اللي هي العنبرة اللي أمس مطرشت لي من الفجيرة. هاي العنبرة اللي مسخوخة قبل شهرين، والعنبرة الجديدة يبالها تقريبا ما يقارب شهرين لين تروم تاكل منها يعني بعد ما استملحت. وهل زعاب ابوي يسمون الأكلة هذه مردودة، مردودة مالح، يسوي مردودة مالح قباب ييدر كل انواع المالح يسوي يسمون مردودة. اذا تسوى المرقة بيضة هالنمونة، وهل بلوش السيب يسمونها بابلو، بلوش السيب يسمونها بابلو. يلا هي ترى السيب بلوش يسمون سكر وحليب، يعني كلهم فنانين ورقم واحد. بصور لكم الحلوة، هاي حلوة، حلوة مزون السوداء، هاي الحلوة السوداء عادة، الحلوة السوداء اليوم عاد عن خاطري ما بخلي على شيء، أنا بتوها جايتني أجسمها ولا أخلي حق عمري شيء. المراد أبوي أول نبي أكل خاشوكة، وكلت أبوي ثلاث خويشيجات عيبتني شو أسوي أبو كل هاي أستر وحكم تسوي هالترتيب مالتها. ها إيه والله خرب الله تعايض باهي الثرى. اللي يطلب اول عنوان مال اكسينا مال المطابخ هذا ابوي عنوانهم حطيته هنا الحين اللي تخبروا يعني ما في لان الف واحد خبر ما في كان كل واحد بطرش لروحه يبالي ابوي ساعتين وانا ما في عدلين هكذا المرات حطيت للكل واللي بتر اروح بيدق لهم بيطالع شو عندهم شو ما عندهم شو ما شاء الله حرج حرج أقولكم ما شاء الله تبارك الرحمن. قلت ما شاء الله بعد لي شر هذا بعد نفاع والله زين فهمت عاد مسعي لست ويا محاضرة كاملة ساعة أفهمه. أنت قلت مشتغل في زرايب ومشتغل في مزارع ومشتغل أبوي في عزب هذا بيت فهمت يعني قانون البيت شو وإنك يعني له يوم بتدخل مثلا بتسجل زراعة لي فوق شو لازم كيف طريقة دخولك وخلك في بيت تختلف عن يلسة مزرعة ويسكد بوي مكان فيه يعني ريايل غير عن مكان فيه عوايل يعني من هالقبيل. وفهمت والله وتفهم وقلت له يعني وقت سبوحة وقت يجلس علاقته في البيت ويا الخدم ويا البشاتير يعني فهمته. قلت له انك انت جاي بوي ما بتشغل الحين في مزرعة تجلس بتعيش بيننا حالك حال واحد من عيالنا. وفرح والله مسكين بهالكلام كان تبون الصدق فرح بهالكلام وايد استانس حسيت بتغير يعني انسان يفول الاول تروع عايش في مزرعه وبين نخل وشيء ما كذي يسوي حد يرمس وياه ويتبرض له فتغيرت حتى طريقه كلامه مسكين ولهجته لو يعني مختلف الاول وحين الحمد لله اشوفها اخير يعني اليوم من عقب الرمسه هيج شوف اخذ وقت السماد اذا الله راد سماد اليدع ما يسماد عداله شوفوا وين بحط هذا هني ها ينضرب شيول شيولين ثلاثه تحت حفيره وينحط السماد من شيولين ثلاثه وبعدين متر منقير وينحفر هني حفيره ينضرب شيولين هاي ينحفر زين ويندك ويتحت سماد وهني نفس الشيء يعني كل مكان ثلاث حفاير يستوي ثلاث حفار دور ما دال شيء لكن ما بعند اليد ما شيء فايدة لازم بعيد عن اليد على الأقل ذراع ونص يبعد عن اليد وتسمد وعلى هالحالة كل أسبوعين تسمد كل ثلاثة أسابيع تسمد ويغدي الشير رقم واحد يغدي الشغر الشير رقم واحد. شو حين هذا تشوفونه هاي يسمونه التصمق هذا اسم التصمق هذا نوع من انواع ينقحر بستيتشين ولا سكروب ولا اي شيء يتخوز وينضرب بال ينعطى من المبيد الفطري هذا
المبيد الفطري ينعين وين رسله شويون هنيها شو يوم أقول لكم يتخوزن له خطيبات هايين ها لازم ينشل شو ها مقطوع عند هلا عند هلها اللي زارعينها أول بادي قاصين هالعويد من يقصونه لازم مساوي اليدع ولا هذا تبني عليه الشيرة ويسوي سوسه ويبيد الشيرة تموت الشيرة من عقب ما تكبر وتغادي حرمة ما تعاب هلا ماتت شمنه لأن هذا فيه سوس وشرات اليهد لازم يمشي في عروقها شرات الأمراض يعني المستعصية هذه تستوي هذا ما له علاج ما له أي أعراض سيد ما تعاب هالشيرة اللي يبست وهي عود لأن هذا يبني عليه اللحاء ويعوق الحين هان نحب نتلاحق بشطة من تحت من هني حق يوم بيبني بنبشطة بني رحمه عليه لو تنرح شوي وبنداويها بالمبيد وايد ضروري جديد حرمة والله ما يسوي مسخرة بكرة بيروح راشد دبي بيجيب حرمة توني سودة وحدة بلاكية بلاك ها مهر راويت ايش قال يسبح توني خبرته وأكل مال توني وكل شيء ايه ترى انت مسؤول عن توني ايوه ما شاء الله عليك فهمت هذا فهمته هي ها هي ورق خليه هني تحت يدرسونه تحت دراس ينجلب بالملاس الملاس الشيول ملاس ان شاء الله ان شاء الله ان الله بيطرح في هذا الشيء هذا الشيء راث البركه محمد السلام عليكم هني ها ايش عندك لو منو دبي تبيع لو هذا 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 دبي يا ابنك منديل انت ايه ما اعرف انت قلت له لو تعال رجال بعبيك بالعين ايه. حساني سليمان هذا ايه يبيك بيسلم عليك زين يا الحين لا الاسبوع الجاي ايه بيك بالعين تسلم عليك اما بعد اما سليمان سالت العمره ثاني وثالث وين ساير؟ وين؟ وين؟ توك جاي؟ منو؟ من زمان تاني؟ ما شفتك عيال؟ وين كنت؟ وين كنت؟ وين كنت؟ وين كنت؟ وين كنت؟ وين؟ انت وين شو درانك في الحجرة؟ هذا ابوي بعد تو جاي النحينة حلى الجوري هذا اللي تشوفونه حلى الجوري وهذه حلى الجوري اظن بسبوسه لو كنافه يلمونها يا بسبوسه يا كنافه هذا سلمانهم ايوب المثل اليوم يقول الناس بالناس والكل بر يا رجال الله يرعيت هالمكان بعد هذا ابوي باشا ويقصد بأنه الناس للناس يحتاجون إلى تعاون فيما بينهم فمصالحهم مشتركة والإنسان قليل بنفسه وكثير بإخوانه صحيح أبو هذا اللي تشوفونه وهذا بعد مقير حلاوة شوكلت إيش فاتحة شكل مغري قال لكم اللي يجي مرتب وفنان أروم أشرح في شيء وايد المكان هذا وحب نحط لكم عنوان لكن ما أظن شيء عنوان هذا بس هو العنوان كان هذا اللي يبي يسوي عليه كابتشر أظن هذا الموقع ما لهم كان ولا ما أدري شو تقولوا ما بعد أكثر عن شيء تصوير ماشي ها واللي يبي يسوي كابتشر هذا أبو سامان نفر واحد ونفر من قير أبوي هذا سامان بعد ها هذا روحه بعد ترى هذا روحه هذا كب كيك كب كيك هذا بالشوكولات وبالمادشوب يعني ما عارف له المهم هذا عنوانه اللي يبي يسوي كابتشر ها ها بعد اكثر عن شيء وضوح ماشي هذا على فكره كان مربط مزين معدل ها واللي يبي ها انستغرام وواتساب زين وهذا الله يحفظكم بعد ناتق من نواتق دخون ها
هذا اللي تشوفون ديبه هذا بويت عنوانهم ومطرش بهالصندوق معدل ومزين وملفف ها ملفف وياي بهالطريقه المياس اللي بيع البخور والعود المعطر الاماراتي والفرنسي ها. شي يمل وفنان ها. كل قطعه من هاي ترى دخون هاي دخون بمريه هاي دخون بو هذاك كان بو بمبرز من هناك فستان وهذاك بو عقد وكنيديره وها يعني مري مش نافع بعد هذه لا والله هاك ما بمبرز لبس ما صغيروني هذا الناتك ها شوف الناتك والطلب هذا لا تقول ما قلنا لكم المياسة وهذا رقم تليفونهم واللي يبي يسوي هذا قطيعات كل الدخول بروايح مختلفة هذا بكل التوحين جاي يعني. بعد من غير هذا شيء هناك خير بيع بالخسارة بعد يا فوق البيع بعد تاجرات صغيرات حنا وما حنا ما ادري شو طلع شو هو حنا للراس وحنا لليد وحنا للغمس حنا مليون حنا وحنا مطرشه لا مساعد تقول لي اشرحها قلت لا ابوي لا اشرحها ولا شيات بصوره وفي مال له يعني ما ادري شو هاي الاشياء ها شكرا شو كل الشكر والتقدير لولد تحريت للوالد ناوي ينقمها لو كاتب الوالد انا ابو عيليد السكن انا وهذا ابوي عنوانه اللي يبي يسوي عليه كابتشر تبيع حنا وما ادري شو وشي معيون وشي روحه وشي من كل شيء بس دوروا لهم هذا منو بياكل هالدنيا ولا الدهنه ما شي يبيع الدهنه ابوي حر بعدها ما صبت لا في دباب ولا في غراش بيصيروا باكر الشركه العين بيصير يبون غراش وبيتنظفن بينصب الدهن ورا بكره شيء عندنا كم من غرش بكره وكم من دبش هاي بنمزرهن والباجيات ورا بكره بين فحين ما شيء طلب طلبات ان شاء الله اللي بيطلب على الرقم اللي بنحطه الحين او بنحطه بكره ان شاء الله طلبات من بكره تبتدي الطلبات اللي يبقى لانك تتوقف الدهنة ما تشوف الحين كل ما حط طلب قلنا ما شيء ما شيء ما شيء الشركه المزرعه اللي نحن ناخذ منها الدهن الزبد انتاجهم قليل ما بموسم ولد موسم الولد يستوي في الشتاء وحين يلا يلا يدور فمن شهر ونص الحين تريا الأول في الشهر أربع جذور رتب أربع مرايل السنة الحين هالكم من يوم مريلين أظني في شهر ممكن حصلنا ما شيء عندهم وكل مريل من هالمرايل يشل نص طن يلا يلا وبعد الحين مريل بعد المرايل ما بممزور 370 كان يعني تقريبا طن إلا 100 بالنسبة أبوي اللي بيطرشن السامان من ساعة الظهر حرامي اني ما قيلت ان على شبريه طاط وطاط هذه المناديب اي حد بيجيب سامان بيندب سامان يندب ابوي يل من العصر لين الساعة 9 في الليل ومن الصبح الساعة 8 لين الساعة 1 الظهر ما بعد ذلك ما نستقبل اشياء نحن ابوي ترى بيت هذا البيت لحرمة ناس تقيل ناس تستريح انا روحي سويت حق عملي سبب اليوم مليون مندوب الظهر طاط وطاط 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 القوايل أنا أبوي ما أستقبل شيء القوايل ولا أنصاف الليالي من الساعة 10 وما فوق في الليل ما حد يطرش حق حد شيء وما حد أبوي يندب سامان أذان الظهر القوايل طير ما يطير وقت الناس تقيل لا حد يطرش شيء هذا وايد ضروري واللي بيطرش شيء ومش مرتب ومش معدل ما بصوره واللي بيطرش شيء طرش شيء وما بيحط عليه البزنس كارت ماله انا مش مسؤول يقول لي والله الدريول ابوي نسيب البزنس كارت او الكارت العنوان وهذا الحين الكارت بيجيكم مره ثانيه صوروا روحه انا ما بصور وديتين واللي يندب ودي لا يندب ودي ثانيه امتزر بيتنا امتزر بيتنا جيج كان حد سوى حق عمر السبب انا سويت حق عمر السبب كل ابوي تاجر ولا كل تاجر يطرش مره واحده ولا انا اقول اليوم طرشين وباكر مطرشين واللي عقبه مطرشين اينان هو ولا مال مولي هاي روح الله اكبر وحده يلا قبل الصلاه بخمس دقائق حسب ما انسى الخميس من بعد الساعه 3 ما حد يطرش لان الخميس والجمعه والسبت اكون في البحر او في دي وانا في ريجي ما حد يصور صراط واكل ومنتجات ما حد عنده متبرد فاللي بيندب شيء عندكم ابوي لحد ولا اثنين ثلاثة والأربعة هاي أول هذا أول شيء ولازم بوي اللي بيطار شيء يعرف أنا هل أنا موجود في البلاد ولا لا أنا مسافر يوم السبت هذا المساء
أنا بكرة سائل البحر الخميس والجمعة. السبت من أرد إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بسافر دوزلدورف ألمانيا 3 ليالي برد. من السبت ليل الأحد، من الأحد ليل الاثنين، من الاثنين ليل الثلاثة. أظني بأي ثلاثة تاريخ 10 كنا أظني الأربعة بين. هي يوم الأربعة اللي بيطر الشيء طرش الأربعة ليال. والخميس أكيد إني بسير البحر ولا بسير دبي العلم عند الله. ما أدري المهم الوقت اللي أنا ما أكون في البلاد لا حد يندب شيء لأن التليفون عندي وما حبي يصور سنابات. سناب منو بيصور لكم؟ تبون تعرضوه في سنابي أنا، سنابي أنا بكبري ما أحب أكون. وأنا سالم على عمري. يلا غاية الصلاة. صلاح؟ صليت أنت؟ صليت له بعدك؟ خلاص. متى؟ متى البارحة؟ يقولون العرب انه او الناس يعني يقولون انه والله اللبس الابيض يمتن الانسان، كل من لبس شيء غامج يعطيه اضعف عن اضعف. اتوقع ان الكلام هذا خريط مخليني ابغى البس اي شيء ابيض. واليوم ابوي لبست ابيض ما شاء الله علي قاعد يبدا رقم واحد. يلا اصورك من اشوفك عيني. ايه ما شاء الله يعني الله يحفظك. اليوم بشيركم الجيم غادي بينطر. شفتوا البارح ما صورت انا وايد السبب لان ما كان ناس وين. اليوم الجيم خطر علي ينطر. وهذا الرجال اللي تشوفونه اللي على اليمين هذا من افغانستان باكستان. هذا الرجال باكستان يتمرن من اول ما فتح الجيم. لا يا رك الله يا البركه من افغانستان. لكان الله وكيلكم ما تغير في اذنه. يتمرن من 20 سنه ولا تغير في اذنه. شرات حد من العرب فوانيل يتغير. هلا الله يحفظك. سلم عليك يا ابن محمد. الله يسلمك. كثير السلب. واحد قال لي تعرف يتحرك موجود في الجيم. قال لي اعطيني بكلمه. قلت له ابوي بشيرك زين. قلت له انك لابس بنفسجي البارحه. اللي يبدا روح الوحش. روح ما شاء الله عليك. روح ايوه